مرحبا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج تفاصيل، رح نتناول فيها موضوع الكهرباء والمولدات الكهربائية. صارت الساعة 2 راحت الكهرباء، صارت الساعة 6 اجت الكهرباء. هذا السيناريو ليوميات اللبنانيين بظل عدم كفاية حجم الطاقة المنتجة بالبلد، فولد قطاع المولدات الكهربائية وصار المواطن بيدفع فاتورتين، الأولى رسمية خاصة بوزارة الطاقة وشركة الكهرباء، والثانية خاصة بأصحاب المولدات اللي بتبلش من 50,000 ليرة وممكن توصل لأكثر من 150,000. إلا أنه هالشهر ارتقت الدولة أنه تحط عدادات للموتورات، لأنه المواطن عم يدفع أكثر من ما عم يستعمل، وهيدي العدادات بتخليه يدفع عقد ما عم يستعمل طاقة من المولدات. شو حال مشكلة الكهرباء؟ منتابع. خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة اللي انعقدت هيدي الجمعة، أدلى النائب بتكتل الوفاء للمقاومة نواف المساواة بالخطط الإنمائية المفيدة اللي عرضها خلال جلسة اللجان على أهل الجنوب والصور تحديدا، وكانت أهم هيدي الخطط هي تخفيف ساعات قطع الكهرباء على منطقة صور. وأعلن الآن بعد مشاورات طويلة جرت في هذا الصدد أن الوزارة والمؤسسة التزمت بأن تكون ساعات القطع في حدها الأقصى لصور وقضاء صور هي 287 ساعة. طبعا هذا تقدم مهم جدا، عم نتحدث عن ساعات إضافية يعني تصل إلى الست ساعات يوميا. وبحديث خاص للنشرة فسر المساوي عن رأيه بالحل النهائي لمشكلة الكهرباء بكل لبنان. حضرتكم لقيتوا حل لمشكلة صور لمشكلة الكهرباء، أو حل إذا بدك تهيئة لمشكلة الكهرباء بصور، اليوم في حل لمشكلة؟ عملنا إذا بدك تخفيف لحدة المشكلة هالقد، بس في حل لمشكلة الكهرباء بكل لبنان؟ في حل إذا قدرنا نوفر 3000 إنتاج 3500 ميجا وات. نحن هلأ عم ننتج بأحسن الأحوال بين 1700 وال2000، يعني ناقصنا 1500 1700 هيك شيء 1800، وبالتالي المشكلة من هون نبلش، أنه صار يعني نحن عم ننتج نص الحاجة، ونص الحاجة عم تتوزع. أحياناً لازم نراعي، أو دائما لازم نراعي العدل بالتوزيع. هلأ نحن بتقديرنا مش بس إصلاح معامل مطلوب أيضا إنشاء معامل حيث يلزم، وإنشاء محطات تحويل. بهذا الإطار في عدد من الطلبات نحن متقدمين فيها للوزارة إلى علاقة بإنشاء معامل وبإنشاء محطات تحويلية. أصحاب المولدات الكهربائية صعدوا لهجتهم بوجه الحكومة ورفضوا وضع عدادات، وهددوا بالإطفاء الكلي للكهرباء بحلول شهر تشرين الأول المقبل إذا ما تم التراجع عن هذا القرار. شو تعليقهم؟ منتابع بهيدا التقرير. بقصة العداد، تركيب العداد، مشكلتنا بالتحديد المشكلة الأساسية هي التسعيرة. التسعيرة اللي حاطيننا إياها، يعني حاطيننا تسعيرة بوزارة الطاقة هي 300 ليرة. 300 ليرة هودي بيطلعوا كلفة مازوت، بيطلعوا عنا بس كلفة مازوت. طب والبقوة كيف بنسكرهم؟ عندك عمال، عندك عمال صيانة، عندك جابة، عندك أجار أرض، عندك زايد، عندك فلاتر، شاك؟ عندك ثلاث عمال، واحد بيجبي وواحد بيقعد على المطار وواحد بيطلع على الكابلات. هودي منين بنسكرهم؟ كيف بنسكرهم؟ منين بنسكرهم؟ إذا ب 300 ليرة كيف بدنا نقلع؟ كيف بدنا نكمل؟ نحن عنا دراسة نعرف صرنا قديش بتكلفنا الكيلووات. هلأ نحن ما رح ندخل فيها، رح نخلي الخبير يعطينا التقرير ونوضعه بوزارة الطاقة إذا بحبوا ياخدوه. طيب هني لما حطوا التسعير على أي أساس حطوها؟ هني ما عملوا هذا التقرير؟ ما عملوا دراساتهم؟ هلأ هني عملوا دراساتهم يا أستاذ. وزارة مؤسسة كهرباء لبنان أساسها مش عملي دراساتها؟ مش عم بتطلع فاتورة لألا؟ طب ما عم تخسر بالسنة 2 مليار. هذيك يوم عم بسمع وزير الاقتصاد على المنار انه نحن سكرنا باب التفاوض وروحوا منحكي من بعد 1/10. من بعد 1/10 قلنا
انه بيشوفوا اذا بنربح ولا بنخسر، يعني عم بنريحين على يمكن، واذا بدنا نخسر بنتيجة الخسارة عم نحط المصاري من جيبتنا مش من جيبتهم. عندكم فوق ال 25,000 عائلة عم تحتاج من هذا القطاع، والدولة كمان عم تاخذ من هذا القطاع، اللي هي لما عم نحط لخزينة الدولة فوق ال 400 مليون دولار ثمن مزود، يعني بعتقد هذا كمان بيحرك بالاقتصاد. نتمنى ما يوصلونا لحيط مسدود، ما يتركوا لنا خيار واحد هي التطفئية. نتمنى انه يرجعوا يحطوا تسعيرة علمية ومنطقية لنقدر نكمل نحن وياهم. بين وزارة الطاقة وأصحاب المولدات الكهربائية في عنصر ثالث، هو الشعب عم تعلى صرخاته بظل الوضع الاقتصادي السيء. شو رسالة الشعب اللبناني للدولة ولأصحاب الموتورات من تابع؟ موتور وكهرباء ولا اثنين؟ الكهرباء الموتور عم بدفع هيدا الشهر 200,000، الشهر الماضي 240,000، يعني بدفع بال 150,000-160,000 هذا كل شهر. 100,000 كهرباء و10 امبير 200,000، يعني $200. 125,000 للموتور و 65,000 للدولة. فوق ال 200,000 300,000 كل مرة شكل، ايه حسب ما يقطعوا وحسب الدولة قديش بتجي. عم بدفع 35-40 للدولة، اشتراك ما فيني ادفع $100 بالشهر. كلها رياضية، شو بده يربح الواحد؟ يعني بالبيت بدفع لي شي 350,000 الدولة، واشتراك تقريبا $100 5 امبير. ما في كهرباء مثل الخلق، ولا في شيء مثل الخلق بهالبلد، وكلهم يعني شو ما نقول حراميين نصابين، شو ما نقول. شو وين الكهرباء من كم سنة؟ بالأحداث انضربت محطة بسليم عنا، لك اجت كهرباء ما راحت. كانوا يتحججوا بالفيول، في فيول، يتحججوا بالكذا، بواخر، أي بواخر، باخرة بتروح وباخرة بتجي على الفاضي. ما عاد شي طالبه لأنه لقيت نفسي عن جد، يعني زهقت وما بقى لي جلادي هالقد. المي بندفع 4 مرات والكهرباء مرتين. انه بعدين ما تجيب هالبواخر، كانت عملت شركات كهرباء من زمان يعني، بس هذا كله يعني سرقت مصاري بيني وبينك على الفاضي. بدنا كهرباء، هيدي بدنا اياها 24/24 وصلنا. ليش بكسر وين هلا صار تيجي الكهرباء؟ في ليش نتعرج؟ الدولة ما عم تعطينا كهرباء، انا عندي كهرباء. منين بدي اجيب كهرباء؟ انا الطالب يفلوا، يعني اللي مش قادر ب 20 سنه يعمل كهرباء شو قاعد يعمل؟ طالب انه يحطوا وزير شغلته كهرباء ويحل هالقصه بقى، وحش يتسلوا ويلعبوا، وكله غش ونفاق وما في شيء مزبوط. المتفق عليه انه الدوله اللبنانيه مش قادره تامن اكثر من 70% من الطاقه الكهربائيه للمواطنين بسنه، ومن المتفق عليه بعد اجتماع وزير الداخليه الطاقه والاقتصاد اعتراف الدوله بالمولدات الكهربائيه. فصار فينا نسال، هل شرعت المولدات الكهربائيه وتخلت الدوله عن مسؤوليتها بتامين الكهرباء للمواطنين وسلمتها للقطاع الخاص؟ وهيك منكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج تفاصيل. تحية لكم من فريق العمل. إذا عندكم أي اقتراحات لمواضيع حابين نطرحها، عملوا كومنت، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك على صفحتنا على فيسبوك.